عبر هذه الآلة التكنولوجية وبتحكم بسيط من هاتف ذكي، تمكن أيمن من شركة خاصة تطوير تقنية لتسيير المياه عن بعد. ظاهرة تبذير المياه وعدم اقتصادها جعلت من هذا الشاب يستغل التكنولوجيات الحديثة للتحكم في التوزيع. إذا هنا عندنا حل ذكي للتحكم في المضخة هذه، هذا مثال صغير برك. نقولوا إن سوليسيون سمارت باش نكومونديو لا بومب هذه، نقراو لا تمبيراتور اللي راهي عندنا هنايا، لو توتاليزاتور تاع الماء، يعني هذا راح يسمح لنا باش نحسبوا شحال من ريتلا تاع ماء جاتت في لا جورني. دونك نقدروا منها نديروا لا توتاليزاسيون تاع الماء شحال جات. دونك نقدروا منها نحسبوا البياج شحال راح نخلصوا للماء تاعنا. تبذير المياه ليس وحده الظاهرة التي تؤثر على هذه الثروة، بل حتى التسربات الحاصلة عبر مختلف شبكات النقل. وضع يستدعي التفكير في استعمال قنوات توزيع أكثر نجعة. باش نحافظوا على الموارد المائية كاين لابياس إلكتروفيزيون، شركات تاع تسيير المياه في كثير من الولايات تستعمل ميكانيك، سيستم ميكانيك بي اتش دي، من يكون إلكتروفيزيون لا ديريت في تاعها 50 سنة، لا ديريت في 50 سنة، يعني لي فويت ما كانش. بصح تروح ولايات واحد أخرين تلقى تمشي في الطريق تسوق تلقى فويت هنا فويت هنا فويت هنا، لا فويت باش يجيو ريباريوها يضربوا يمكن شهر، مي من تكون سيستم الكتروفيزيو يعني حاجه ما شاء الله. تطوير التكنولوجيات والوسائل العصريه في توزيع واقتصاد الماء من شأنه المحافظه على هذه الثروه الحيويه وادخارها للاجيال القادمه.